مرحبا بكم، انا طاهر الرضواني، مسرحي منذ حوالي 35 سنه في تعلمات هذا الفن الجميل، الفن النبيل الذي يحمل رساله انسانيه دائما وابدا. سعدت جدا كوني شاهد في مدى 3 ايام 25-26-27 ديسمبر 2020، شهدت كعضو في لجنة التحكيم المسابقة الرسمية للمونودرام والديودرام اللي تنظمها، المسابقة تنظمها مؤسسة جوكر برودكشن بصفاقس. هذه المؤسسة اللي هي في الورق تسمى هيكل إنتاج مسرحي إلى آخره، ولكن في الواقع هي مؤسسة لأنها تأسست على مبادئ نبيلة وعالية برشا من طرف الأستاذ بلال سليمان والأستاذ محمد بن طاهر اللي معهم، يعني استعير العبارة اللي هي تعبر فعلا على من مع هذين الأستاذين اللي هو جيش من العاشقين للقطاع المسرح وللفن المسرحي اللي يعني اجتمعوا الكل على كونسبت مهرجان جوكر بيرفور اللي في دورته الثانية السنة، وأنا طبعا متشرف برشا باش كنت في عضو في التحكيم إلى جانب زميلي دليل مفتاحي ولد في تركيا. هذا إذن المهرجان هو فعلا يعني ينفرد بخصوصيته، أولا خصوصيته التقنية لشأنه بما أنه يختص في فن المونودرام والديودرام، مفتوح لشباب الجمهورية التونسية شمالا جنوبا شرقا وغربا، فتحوا باب طلب المشاركة، وشاهد أصحاب هذا المهرجان العروض وانتقوا فعلا منتقوا من عروض شاهدناها، كان فعلا انتقاء يعني موفق بطبيعة الحال، لأنه العروض التي شاهدناها فعلا أحرجتنا في عملية التصنيف والترتيب والمكافآت أو الجوائز، أحرجتنا لأنها في مستوى عالي، ويعني تورطنا أحيانا في ترتيب من أول من ثاني من ثالث إلى آخره، ولكن حاولنا قدر الإمكان أنه نكافئ ولو بتنويه يكون يعني أن بلوس للشاب أو الشابة أو للمجموعة اللي قدمت، لأنه حتى ولو هو عرض مونودرام يعني ممثل وحيد على الخشبة، فمعه فريق عامل من التقنيين، من كتب، من قام بالإخراج، من أعد الملابس، من قام بالمكياج، بصنع ربما بعض الأكسسوارات الأكلية، وهذا شفناه في العروض، الاجتهاد هذا والجدية وخاصة الطاقة الإيجابية العالية جدا 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 في كل العروض سواء كان مونو أو ديو، ووصلتنا هالطاقة هذه وفرحتنا برشا، وحاولنا أنه نكونوا مش منصفين لأننا لم نحكم بالشكل يعني التحكيمي للكلمة، ولكن حاولنا أنه كيف أو الرد الجميل لهؤلاء الشباب اللي قدمونا على مدى 3 أيام مادة مسرحية جميلة وعالية وراقية تخليك تطمئن على مستقبل الفن المسرحي في تونس. هالتوهج هذا متاع المهرجان حقيقة يعني يثلج الصدر، خاصة أنك لما تتواجد في هذا الكونسبت، في هذا الخط التحريري لهذا المهرجان الفريد من نوعه، تتواجد في المكان الذي قدم فيه وهو خشبة وقاعة وإدارة مركز الفنون الدرامية والربحية بصفاقس بإدارة الأستاذ الفنان حاتم الحشيشة وكل من معه في الإطار العامل في هذه المؤسسة. فعلا ألف شكر. ملاحظتان اثنين أسوقهما، واحدة باهية والأخرى خايبة. الأولى اللي هي يعني التلاحم ما بين مركز الفنون الدرامية والربحية بصفاقس وشركة إنتاج خاص
مسرح يدل انه فعلا معناها صفاقس ما هيش العاصمه الاقتصاديه فقط، بل هي احدى طبعا عواصم المسرح. كل مدينه في تونس هي عاصمه المسرح. ثانيا، انا سمعت من اصحاب المشروع انه هذا العمل بدعم فقط مادي، إضافة للدعم اللوجستي من مركز كونغرام يوروبي بصفاقس، فكان الدعم المادي فقط من آلية تتفنن لتونس تبدع في إطار مشروع للاتحاد الأوروبي يشمل الثقافة بالعموم في تونس، ويدعم مشاريع ذات خصوصية مثل مشروع جوكر بيرفور. فمؤلم جدا كمسرحي وكابن بلد، مؤلم جدا انه نشوفه، ومتاكد المسؤولين على المهرجان انهم تقدموا بكل ما يلزم من ملفات طلب دعم لمصالح او احدى مصالح او بعض المصالح لوزاره الشؤون الثقافيه بكل لطف وبكل الم. لماذا لما تجيبوا على الاقل بالرفض؟ وإن شاء الله سنلتقي في الدورة الثالثة والرابعة وإلى ما لا نهاية لهذا المهرجان بإذن الله. دامت تونس مسرحية ثقافية متحضرة ثورية، دامت تونس الحياة والإنسان.